إيه. لا 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 ما ينفع هذا، ما ينفع عبد العزيز، عبد العزيز انا ابي انا يلا يلا اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اعزائي المشاهدين نحيي، اعطني دبه لحظة اخا بقول اسمه بس علي في البرنامج راح ارفع قضية والمحامين موجودين خلاص ايش اسمك عبد العزيز مين؟ يو 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 هذا حق مشاكل قم قم طلع لا 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 جاهز جاهز طلع خلنا مشي 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 والله ما ارجع يلا انت انت مجالك هالشيء صح يلا مالك اي علاقه خل بكلم لا تخرب القاعه لا تخرب القاعه لا تخرب يا اخي جد جد ما تفقد الاعلام لا لا بس اتخرب القاعه حبيبي انت اسف لا ايمن 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 انت مدير انت مدير الجمهور يا حبيبي انت اسف انا احسن منك يجي هنا هذه غيره تعلمين انا عارف لا تخرب القاعه يا اخي لا تخرب اللقاء نواف يا حبيبي انت اسف لاني احسن منك نواف انت تنزل مستواك ايش تغلط علي ليش يا حبيبي يا حليم شاي روح بس لا لا ما يوصل ليش 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 دقيقه تغلط علي ليش ليش تغلط علي ليش ضيف الله ضيف الله مساك الله بالخير كيف الحال تعال كذا لحظة مساك الله بالخير صراحة انا خابر انك يعني مقهور من شخصيتي هل لنا لقاء ولا لا توكل على الله يلا جولي شيك صح صح عشان بخلص مع ذا يلا 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 يا شباب عشان ايه تعال تعال حبيبي انت انت حق مشاكل قضايا ما قضايا تعال نواف ما خلص لا لا ما خلص ما خلص ما خلص الا عبد العزيز ذب ذب علي يلا. لا 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 عبد العزيز يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم اعزائي الحضور اللي خربوا اللقاء وخربوا الفقره اللي المفروض انها تكون جميله ولكن صارت فاشله نحيي اخونا عبد العزيز اوريو اوريو شيء حلو يا صاحبي حياك الله يا عبد العزيز ابقاك الله استاذ شو اسمك خله خله نواف نواف شكري باسمك شيخ نواف هلا ومرحبا استاذ نواف عطني هنا هنا يا حبيبي انا ولد المذيع سلامات ولد ولد انت تكون تشرف دوري الضيف 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 يلا تفضل بالعافيه بالعافيه الله يعافيك ذكر بالعافيه بالعافيه هذا المذيع ابو ابو المذيع اللي جاي في منشف فمه يا اخي انت جايب ذا عندنا اشغال حبيبي لا خلاص خلاص واخذوا هذا واخذوه واخذوه عن خلاص واخذوه عن الكاش غيور غيور ابو يا انا ولد نواف نواف يلا نرحب بالضيف خلاص